كيف نستقطب الفتيات مرة أخرى لفرق الباليه المصري؟ إحنا بصراحة خلال السنتين اللي فاتوا دخلنا أكتر من 10 بنات زيادة لفرقة الباليه. بس إحنا نتمنى نبقى في العشرة دول زي دول قدام. من معهد الباليه؟ من معهد الباليه. إحنا نجيبش يعني ما بناخدش غير معهد الباليه، لأن يحصل اختبار وديشن كبير بيتعمل للبنات والولاد اللي هيقدموا فرقة الباليه، وبيتاخد أفضلهم، لأن برضك الباليه لهم مقاييس معينة عشان حد يطلع على مسرح الباليه أو على مسرح الأوبرا في فرقة الباليه ويقدم باليهات معينة، يبقى ليه مستوى معين. فهم بيختاروا اختيارات كويسة. خلال السنة دي تقريبا خدوا 5 بنات أو 6 بنات، السنة اللي فاتت خدوا 5 زيهم أو 6. احنا عندنا مجموعة بنات يعني أكتر من مثلا من حوالي 20 بنت مصرية، بس ده قليل جنب الـ جنب الـ 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 احنا عايزين يبقى كلهم مصريين، نتمنى ان يبقى كلهم مصريين جنب الاجانب الموجودين. لما حضرتك تشوفي العرض مش هتحسي مين اجنبي مين مصري، مش هتحسي، كلهم زي شبه بعضهم، كلهم مستوى واحد.